لا أصدق أنه أخطأ في الإجابة. يا إلهي، ما هو سما؟ سأجلس بجواره. حسناً، لقد جلست. مرحباً. يا إلهي، لقد لوح لي. يجب أن أتحدث معه. كلا، ماذا سأقول؟ استجمعي شجاعتك. مرحباً، أفسح المكان لي. هوب، حشرت نفسها بيننا. أهلا بيلا، تبدين رائعة اليوم. هل تريد الذهاب لمشاهدة العرض معي؟ هذا ظلم. هذه حالة طارئة. خذي نفسا عميقا، ستساعدك الطبيبة. مرحبا، أحتاج إلى مساعدة. يجب أن تقللي استهلاك المشروبات الغازية. حسناً، يمكنك الانصراف الآن. أنتِ، انظري. رائع، سحقتها. استمتعي بهذه الشظية. حسناً، سأضيف هذه الملاحظة. أظن أني بدأت أفهم الدرس. تباً، نفذ الحبر من قلمي. من الجيد أن معي احتياطي. سيعمل هذا القلم بتأكيد. لست مرتاحة به. سأجرب قلما آخر. سأختبره. خفيف على يدي وطري على فمي. هذا القلم المثالي لي. هذا أفضل. وعدنا إلى الدرس الآن. ماذا؟ توقف قلمي الغبي عن العمل. ما هذا الحظ؟ كل هذه أقلام؟ ربما ستعيرني واحداً. كلا، لا أستطيع الطلب منها. لابد من حل. أوه، قلم مرمي. جيد، حان وقت التسلل. أنا جاهزة، انطلاق. سأزحف تحت الطاولات. ماذا يحدث؟ ها هو، جائزتي. أجل، حصلت عليه. سأعود إلى مكاني. عظيم، أين كنا؟ لا، هيا، بعد كل التعب. أوف، أنا مضطرة للطلب منها. يا إلهي، مرحبا. لم أرك منذ وقت طويل يا خزانتي. الكثير من الحيوانات المحشوة. تعال يا صغيري، جاءت ماما الآن. أتمنى أن أعانقكما طوال اليوم. امنحوني كل المشاعر الطيبة. سيكون اليوم رائعا. واو، ماذا تفعل هنا؟ أعتقد أنني أحتاج كتبي. أخيرا منظر جميل. أهلا أيها الصغير، أمك تحبك. هل يجب علي حضور صف الأحياء؟ انتظري هنا حتى أعود. تمام؟ بنت، لماذا تأخر المعلم كثيرا؟ حسنا، لقد وصلت. هدوء، بدأت الحصة. يبدو أن مزاجه عكر. الكلام ممنوع. يا إلهي، يجب أن أرمي هذه العلكة. ماذا سأفعل؟ هل أنهض؟ يجب أن أستأذن. يا معلم، هل يمكنني رمي هذه العلكة؟ أجل، يمكنك رميها. هذا محرج، يجب أن أسرع. سأعود لمكاني بسرعة. بيلا متأخرة. مرحبا. لا تملك أي ذرة احترام. هل فاتني أي شيء؟ فقدت هذه العلكة نكهتها. ما هذا الصوت؟ بيلا، ماذا تظنين نفسك فاعلة؟ مضغ العلكة ممنوع. هدوء تام، ارمي العلكة حالا. حسنا، سأرميها. ما الذي خبطني؟ علكة. بيلا،
واو لأنه غاضب. المكياج رائع. الآن أحتاج أن أهتم بشعري. لا شعر مقصف هنا، وهذه الموجة مذهلة. يناسبني هذا المظهر. أبدو كنجمة التلفزيون. نعم، أليس شعري مذهلاً؟ خصلاتي طويلة وناعمة، ولونه غني وجذاب. ولم أحتج سوى لتجفيفه مرة واحدة. يمكنكن فعل ذلك أيضاً يا فتيات. نعم، أبدو رائعة. كنت أحتاج للاستحمام. لنشغل آلة الرياح. سأعتبرها ميكروفون. هل أنتم مستعدون لموسيقى الروك؟ صفقوا جميعا للفتاة الإلكترونية. لا يهم. أشعر بملل كبير. هذه الحصة مضطرة. أخيراً حان وقت الفسحة. أنا أتضور جوعاً. لنرى أين طعامي. وجدته. ستكون هذه الشطيرة لذيذة. شريحة الخبز الأخرى في مكان ما هنا. هذه شطيرة كاملة. سأحتفظ بهذه العلكة لوقت لاحق. يا سلام، إنها لذيذة. طريقتها في الأكل مقززة. أنا سعيدة لأني أحضرت تفاحتي. سألمعها قليلاً والآن صارت جاهزة للأكل. حسناً، ماذا أحضرت اليوم؟ أو لا شيء، هذا محزن. يا أستاذة، هل تريدين تفاحتي؟ أو أجل يا باتي، هذا لطف منك. ماذا؟ يجب أن أقضي على شطيرتي قبل أن أضطر لمشاركتها مع المعلمة. شكراً جزيلاً يا باتي، يا طالبتي العزيزة. هذه تفاحة شهية. لكني سأظل جائعة. واو، هذه السيارة رائعة. شطائر برجر مشوي للتو، رائحته شهية. هل تريدين واحدة؟ المزيد من أجلي. لذيذ فعلاً. أفضل تناول طعاماً صحياً. أتعتقد أن التفاح لذيذ أيضاً؟ أحب وقت الغداء، صحيح؟ واو، افسحي، لدي بيتزا ساخنة. لذيذة، لديك إضافة جبنة؟ ما طعم بيتزتك؟ أراهن أنني سأنتهي أولاً. آخر قطعة. إيه، لا يزال لديك المزيد. إياك أن تفكري في هذا. لم يأخذ أحد قطعة الأخيرة. سيتغير هذا يا أخي. هيا اتركيني. هذه البيتزا لي. أثر هنا هذا؟ إنها إعلان حفلة الراهبة للعلوم. أنا متحمسة جدا لدرجة أني أريد الصراخ. حفلة علوم؟ حفلة علوم؟ حفلة علوم؟ أنت أتريد حضور حفلتي؟ سيسرني هذا. أراك يوم الجمعة. هل كل شيء جاهز؟ أشكلي مرتب؟ حسناً، تفضل. تبدو رائعاً يا براين. لنبدأ الحفلة. الذرات ضئيلة الحجم لكنها مفعمة بالحركة. لنفعلها. هيا بنا. إن وضعت الاثنين هنا وأضفت الكبريت إلى الخليط. أشعر بملل كبير. أوف، لا يهم. واو، هذه المجلة مملة أيضاً. لماذا أن يمكنني مد هذه العلكة؟ واو، أصبحت طويلة جداً. الملل يقتلني. أكره حياتي. إنها لا تطاق. لماذا أنا وحيدة؟ مهلاً، حان وقت تعديل هذا اليوم. وبكل بساطة بدأت الحفلة يا شباب.
الجميع يريدون الاحتفال معي. هذا اليوم رائع.